تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وبحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، انطلق المؤتمر الصحفي الخاص بمعرض سبورتس إكسبو في نسخته الثانية. طبعا معرض فكرة رائعة، دي النسخة الثانية منه. النسخة الأولانية كانت الحقيقة موفقة جدا، النسخة الثانية دي يعني يمكن ضعف النسخة الأولانية أو أكبر كمان، ودي حاجة أكثر من رائعة إن الشركات تبقى مهتمة، إن الاتحادات تبقى مهتمة، لجنة الأولمبية المصرية، وزارة الشباب والرياضة، في يعني تناغم كبير قوي بين كل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، فده حاجة أكثر من رائعة. أتمنى إن شباب مصر كلهم يستفيدوا من هذا المعرض، يحضروا الندوات كمان. في اهتمامات كتير قوي للشباب، بالذات ان الاي سبورتس او الالعاب الالكترونيه موجوده المره دي، الدريفتنج، يعني حاجات كتير بتشد الشباب انه يكون موجود. اتمنى يعني معرض ناجح ان شاء الله. في عندنا 150 عارض، اكتر من 150 عارض، سواء شركات او مؤسسات رياضيه، ومنها شركات ذات بركات عالميه زي ديكاثلون زي تكنو جيم، وكل دول موجودين معنا في المعرض ان شاء الله. المعرض كمان هيبقى فيه عديد من الفعاليات الرياضية الموجودة، ومنها تصفيات كاس العالم للسيارات السباق الدريفت، وهيبقى فيه برضو التصفيات بتاعة الفرق المصرية اللي هتطلع تمثل مصر في الألعاب الإلكترونية، وهيبقى فيه برضو لأول مرة هيبقى فيه ماتش كورة ما بين فرقتين من الروبوتس خماسي كرة قدم، وده برضو هنقدمه لأول مرة في المعرض إن شاء الله. أنا بتصور إن النسخة الثانية فيها شركات أكتر كمان لتسويق للصناعة المصرية للأدوات الرياضية والأجهزة والملابس الرياضية، وطبعا ما تقلش هذه الصناعات إطلاقا عن الصناعة الأجنبية اللي احنا بنستوردها، وبالتالي دي تأثر بشكل إيجابي على الوضع الاقتصادي اللي احنا كلنا عايشينه. كمان المؤتمر والمعرض دي لأول مرة بتحصل، يعني السنة اللي فاتت عملناها في الإكسبو سبورت، السنة دي إن شاء الله بنأكدها، اللي هي ربط المعرض الصناعي بالأداء العلمي، والسنة دي كمان في ندوات علمية على مستوى عالي بيشترك فيها الاتحادات الرياضية، اللجنة الأولمبية، وايضا كليات التربيه الرياضيه باساتذتها، بالاضافه لخبراء من الخارج هيكلموا فيها عن الرياضه بشكل علمي يتناسب مع حجم التطور الكبير جدا اللي بيتم في المجال الرياضي. كان حرصنا زي ما يكون مشاركه فكره دعم منتج مصري، دعم مشروع نرى ان هو لسه في بداياته، فلازم احنا كمؤسسه نادي الزمالك نكون مشاركين في هذه البدايات، وخاصه ان احنا بنقول علينا في الفتره الحاليه هو نادي الزمالك في صورته الجديده. نامل ان المشروع ده او المعرض اللي هو مصاحب لمؤتمر علمي يكون مليء بالمنتجات الرياضيه، يكون مليء بالعارضين العالميين والمحليين، عشان نخلق من وراها بقى سياحه مرتبطه بهذا المعرض اللي هي سياحه مشهوره جدا بره في المانيا، سياحه المعارض. فاحنا نقدر بعد كده نقول ان الناس بتيجي من بره عشان تتفرج على ما هو مختص بالرياضه داخل مصر. انا سعيده جدا بالتطور الرياضي والاستثماري، طبعا ده حاجه هائله جدا، والحمد لله زي ما السيد وزير الشباب والرياضه اتكلم انه في تطور في الرياضه بشكل كبير في جميع الاتحادات في جميع الرياضات، فبالاضافه انه كان فعلا ناقصنا جزء من الاستثمار الرياضي في صوره المعرض بالشكل اللي اتكلم عليه السيد الوزير.